الجذور البشرية اللي هو كان عيشوا فيه حاليا ولكن بزاف الناس باقي ما عارفينوش. كان عيشوا واحد المرحلة انتقالية في مجال الاقتصاد، في مجال العلم وفي مجال الأدب. هنايا تنقصد شي حاجة اللي هي عندها علاقة بالفلوس، عندها علاقة بالقيمة، أي حاجة عندها قيمة عندها فالور. هاد التكنولوجي سميتها لا بلوك تشين أو لا، عندها بزاف الأسماء، تكنولوجيا بلوك تشين، انترنت القيمة. علاش؟ لأنها عنده علاقة بالقيمة. كيفاش؟ احنا غادي نشرحوها إن شاء الله. غادي نحاول نختصر، نحاول نعطيكم يعني معلومات أو عناوين عريضة لبعضياتها باش على الله توصل المعلومة إن شاء الله بطريقة صحيحة وبسرعة. أول حاجة غادي نهضرو على تكنولوجيا، تكنولوجيا سميتها البلوك تشين. هاد البلوك تشين كتعتبر رابع تكنولوجيا في العالم أولا في الحياة البشرية. أول تكنولوجيا كانت هي آلة الطباعة، اللي كانوا الناس قبل كيلقاو واحد الصعوبة باش أنه يكتبوا واحد عدد كبير ولا نسخ كثيرة من واحد كتاب معين ولا من واحد مطبوع معين باش يكتبوه ويحرروه ويحققوه عاد يطلقوه ولا يوزعوه باش أن الناس يقراو فيه ويعرفوا شنو فيه. كان داكشي كياخذ وقت كثير وتياخذ واحد المجهود كبير بزاف. الوقيته اللي بانت التكنولوجيا ديال الطباعه، ديال آلة الطباعه، سهلات هاد المأموريه، سهلات باش ان تطبع واحد العدد كبير ديال المطابع، نسخ كثيره من واحد المطبوع معين، وهذا الشيء ساهم بدوره في انتشار العلم بسرعه وبطريقه صحيحه. لان كتاب باش تطبع غادي تطبع كوبي كول، ماشي بحال الناس كانوا كيبداو يكتبوا ضروري تيوقعوا اخطاء. الشيء اللي كيخص ضروري يكونوا ناس اخرين اللي كيحرروا تيقلبوا ويتاكدوا من الصحه ديالتهم 100%. دونك فاش بانت آلة الطباعه هي اول تكنولوجيا في الحياه البشريه، ساهمت في انتشار العلم بواحد الوتيره سريعه بطبيعه الحال. هذا انتشار العلم ادى ظهور تكنولوجيا ثانيه اللي هي المحرك، تكنولوجيا المحرك. المحرك احنا كنعرفوا كاملين، اي حاجه عندنا كتخدم بالمحرك راه كان الاصل ديالها هو فاش بان اول مره اللي ادى بظهور وظهور التكنولوجيا اللي ساهمت كذلك بزاف ديال الحوايج صالح البشريه. التكنولوجيا الثالثه هي تكنولوجيا الانترنت اللي جعلت العالم كله كيف كنقولوا قريه صغيره بين يدينا. يعني قبل ما يكون الانترنت كان الناس كيعيشوا بواحد الوتيره اللي هي عاديه جدا. فاش بان الانترنت راه كنا كنلاحظوا بان الحياه تطورت بواحد الطريقه اللي هي غير عاديه. يعني بقات الامور كتطور لدرجه انه ولينا كنلقاو الانترنت اللي هو عالم افتراضي مون فيرتوال فيه شي حوايج اللي ما كايناش في الغياب. الى بغينا نعطيو واحد الصوره بسيطه، شنو هو الانترنت؟ الانترنت شنو هو؟ قال الطباعه عرفنا، غير المحرك عرفنا، الانترنت شنو هو؟ وشنو هو الهدف منه؟ التواصل، تبادل المعلومات. شكون اخر اللي يقول لي الانترنت شنو هو؟ شنو كنستافدوا منه؟ معرفه، تصور. دونك هضرنا على المعرفه. المعلومه خاصها سرعه كبيره. هضرنا على التواصل، دونك المعرفه والتواصل والتصور. نعم سي محرك ديال البحث بصفه عامه. محرك ديال البحث. كتبحث فيه على اي حاجه كتلقاها تما. نقدروا نقولوا هذه المساله عندها علاقه بالمعلومه، عندها علاقه بالمعلومه بالتواصل وكذلك حتى بالتصور، يعني اللي بغيتيها تتقلب كتلقاها. دونك الانترنت واحد المجال واسع جدا، هو وسيله لتبادل المعلومات من طرف الى اخر بدون قيود وبدون اي ولا ادنى مشكل. يعني حنا دابا هنا كنشوفوا شنو اللي جمعنا اليوم هنايا، التواصل اللي بيناتنا، كنلقاو اكبر عدد من الشركات في العالم، الشركات ديال التواصل هي اكبر شركه ديال التواصل مثلا في العالم هي واتساب. واتساب اكبر شركه في العالم ديال التواصل، كاينه في الموند فيرتوال، ما كاينش شي شركه اخرى اكبر منها. اكبر شركه ديال الاخبار ولا اللي كتعطينا المعلومات ماشي فيس هي كاينه في الموند فيرتوال. اكبر شركه ديال اللي قال الاخبار التسوق بيع وشراء امازون، علي بابا، امازون. يعني دونك كنهضروا على اكبر شركه في التواصل، اكبر شركه في المعلومات، اكبر شركه في التسوق ولا ديال التجاره. شركات هادو كبار يعني نمره واحد في العالم فين كاينين، كاينين في هذا الموند فيرتوال في الانترنت. وحنا كنعطيو امثله، كاين شركات عاوتاني اكبر شركه ديال السيارات عندها واحد السيارة مشات هي كاينه في لندن حتى هي، كتلقى شركات كبيره كتحتل المرتبه الاولى في العالم فين كاينه، فين كاينه وفين خدامه وعلى ايش بازيه؟ كاينه في الانترنت وخدامه في الانترنت وبازيه على الانترنت. دونك هذا العالم ديال الانترنت اللي كيف قلنا قبيله
قرية صغيرة بجد، يعني خلال العالم كله قرية صغيرة بجد. وفي شركات كبار لا في مجال التواصل لا في مجال البيع والشراء ولا في مجال اللي قالت الأخت قبيلة ديال أخذ المعلومات، هاد كلهم عبر شركات، يعني كنتناقلوهم عبر شركات، شركات ديال واحد المجال من المجالات اللي كاينة في الحياة، كاينة في هذا العالم الافتراضي هو الإنترنت، هو اللي كنستغلو كتستغلو بشركاتنا وكتعتمد عليه البشرية. دونك من بعد الإنترنت ظهرت واحد التكنولوجيا اللي هي جديدة اللي صدرت حنا اليوم واللي صراحة يعني الناس كلهم يعرفوها، اللي هي تكنولوجيا البلوكتشين. شنا هي البلوكتشين؟ هي واحد العالم افتراضي بحال واحد الإنترنت، غير هو الإنترنت كتبادلو فيه المعلومات، والبلوكتشين كنتبادلو فيه القيمة. نعطيكم غير مثال بسيط، الإنترنت واش ممكن بار إنترنت دابا أنا مثلا هنا في كازا، وواحد السيد في طنجة عنده أبارتمون باغي يديرها، إلا بغيت تشري ما عندوش شخصية، خصني ديبلاصة عنده، ما كاينش شي حل آخر، خصني ديبلاصة عنده، ملي ديبلاصة عنده شنو غادي يدير؟ خصني تكاتب إجراءات، نوطي، ياك هادشي جانبي عنده، بنكة، البلوكتشين شنو هو؟ جا حيد لنا هادشي شنو حيد؟ حيد المصاريف اللي فرق، هي اللي قلنا قبيلة ديال أنك باش ديبلاصة والتوثيق وكذا وسميتو، ربحنا الوقت. باش انك تمشي تما تسنى، وحنا كلنا عارفين النظام ولا النظام الاداري ديال البلاد كيفاش داير، يعني الا بغيتي تسني واحد الوقت خصك تشد الصف، وربما تلقى بغيتي تمشي غير البنك ولا شي حاجه تلقى سدات ولا السيستيم واقف ولا الصف ولا المهم بزاف ديال العراقيل والمشاكل اللي كتطلع بنادم بزاف، يعني الا غادي تدي واحد المساله في 5 دقائق ولا تنقول حتى ساعات مكانه كتولي خاصها يومين 3 ايام، ولا نقولوا غير 4 ساعات مكانه خصك نهار. احنا عارفين هادشي، الا بغيتي تشدها راه واحده ساعه مدانه كتولي جالس علينا. دونك هاد السيد اللي باغي يشري من عندنا ابارتمون في البلوك تشين اللي غادي يولي واللي كاين دابا في بعض الدول اللي غيولي في العالم باسره، هو انه هاد ابارتمون غادي يشريها انا ديال سيدنا والسيد تما وغنشريها من عنده بهذا البلوك تشين. يوها اوكي، دونك باغي يبيع مثلا الابارتمون ديالو هنا بالضبط هذا هاد الطابة شي بيع هاد الشقة ديالو للبيع، غادي يبيعها ليه عبر التكنولوجيا الجديدة اللي هي البلوكتشين. هاد البلوكتشين بلوكلي بالعربية هي سلسلة الكتل، هاد سلسلة الكتل يعني كتلة كتلقى كتل ومربوطين باش سلسلات، ماشي علاش كنسميهم سلسلة الكتل. وشنو هما هاد الكتل؟ هما هاد العمليات اللي كنديرو، إلا بعت لك فاطمة كتلة، تبيعنا مشينا نعملو طوموبيل كتلة، بقعة كتلة، أي عملية بحال هكا ديال البيع والشراء كتعتبر كتلة. وعلاش بيناتهم سلاسل؟ هنا غادي نهضر على واحد النظام ديال الحماية اللي هو قوي وآخر ما كاين في لوموند لحد الساعة، باش أن هاديك العملية أنت اللي كنتي بها اللي هي هادي كتسجل وكتحفظ وكتحمى في هاد البلوكتشين. هو اللي كيقوم بهذه العمليات اللي قلنا قبيله باش تمشي لدير بلاصه وتخسر فلوس وتضيع وقت ومجهود الى اخره باش دير واحد العمليه ولا تخلق وقت كبير، كيتحيد داكشي كله كيتلغى وكتقوم بهذه العمليه باسرع ما يمكن بكل التكاليف ثم وانت مرتاح ما كاينش شي جو. هذا الابارتمون كتنتقل الملكيه ديالته للبي والفلوس ديالك كتاخذها من عند ملي كتجي لعندك، ولكن هذا الشيء كله يتم عبر هذه التكنولوجيا هذه ديال البلوك تشين. كلشي كيتسجل هنا، كلشي كيتحفظ هنا، كلشي كيتخيل هنا. هذه هي هاد التكنولوجيا اللي دابا مقبل عليها العالم باش انها تسهل وتيسر التعاملات الماليه بطبيعه الحال، وحتى هاد البيع والشراء من بلد الى اخر. كاين دابا ناس في المغرب، كاين ناس في المغرب عارف واحد السيد بزاف شرا ابارتمون في تركيا بالطريقه هذه، يعني الناس خدامين بداو خدامين بهذه الطريقه هذه. وكاينين دول اللي حتى هما حطوا هاد التكنولوجيا ديال البلوك تشين يعني بصفة قانونية، وخصوصا في بيع وشراء الأراضي في العقارات في الأملاك. علاش؟ لأن هاد الدولة لو أنها شافت بأن هاد التقنية ما فيهاش حلول ما غديرهاش، بالعكس قالت بأن فيها حلول المشاكل اللي كتعاش. وحتى في المغرب كان وزير الاقتصاد هضر على المسألة هذه، هضر بأن واحد الخطر سمعتو بدوزان قال لي أنه المغرب كيدرس على تكنولوجيا البلوك تشين باش يطبق، لأنها آخر ما كان غادي يطبقها الشركات غادي يطبقها كلشي، لان فيها واحد النظام الحمايه كيف قلنا اللي هو قوي، ثم كتسهل وكتيسر التعاملات الماليه كامله
ثم كتنقص دوك لي فري اللي كانوا قبل وداك التضييع ديالهم. بنك المغرب راه خرج ديجا ب بنك المغرب صافي غيبداو بالبلوكشين علنوا عليها رسميا. لا قريت هذاك المقال قريته غير بالديه فيه باقي ماشي رسميا. لا دابا مؤخرا عاوتاني هادي يومين دابا عاوتاني كتبوا هادشي اللي كاين حيت سبت البلوكشين حيت الانترنت فاش بان ما بقاوش كيقولوا واش نديروه ولا ما نديروش خرج الانترنت صافي تنشر. لان اصلا سويسرا هي الرائده في المجال ديال الابناك غتحيد جميع الاوراق ديالها غتدخل كريبتو موني ودخلت هي ديجا في البلوكشين. اذا ما بقاش شي دوله اللي ما تفرضش عليها انها تخدم به. هادشي اللي كاين دبي المدينه الذكيه راه كتستعمل البلوكشين. الا دخلتو قلبتو في يوتيوب وكتبتو في جوجل قلبتو غتلقاو دبي طبيعه الحال. اي حاجه اي تكنولوجي في العالم اي شي حاجه جديده اللي غتستافد منها البشريه وتستافد من الدول راه دبي هي الاولى كتمشي كتستعملها. دونك فاش بان البلوكشين بانت معاه ما يسمى بالعمله الرقميه. العمله الرقميه وسيله ولا اداه جديده في التبادلات في البيع والشراء وفي التعاملات. هي فلوس ولكن شي حاجه اللي هي فيرتوال ما ملموساش غير ملموسه ولكنها مشفره غير قابله يعني باش انها ديشيفرا كيف تنقول يعني عمله مشفره محميه رقميه يعني ارقام عباره عن ارقام ديشيفر اللي محطوطين فين في هذاك البلوكتشين. دونك ما غاديش نطول عليكم بزاف في الصوره ديال السين كاين وصل فاش بانت هذه العمله الرقميه اول مره بانت تحت اسم البيتكوين. اول عمله رقميه شكون اللي كيسمع على البيتكوين؟ ما تي في البيتكوين دونك لا تكنولوجي ديال البلوكشين في 2008 والبيتكوين تقريبا في اوائل 2009 ولكن كيقول لك اوائل 2009 اواخر 2008 فاش بدات البيتكوين بدات بقيمه ديال 0.1 دولار. الناس اللي كان عندهم مشاكل في التعاملات الماليه كانت عندهم قيود في التعاملات الماليه ما عندهمش الحريه الكامله انهم يستعملوا فلوسهم كيف ما بغوا بحسب الحوايج بالمونطون اللي بغى وفي الوقت اللي بغى وفي البلاد اللي بغى ما عندوش الحريه الكامله. فاش بدات التكنولوجيا ديال البلوكشين وبانت البيتكوين تلغات هذيك المشاكل وتوجدت الحلول للناس باش انهم يتعاملوا بفلوسهم بحريه كامله. دونك شكون اللي دخلوا في المره الاولى البيتكوين؟ الناس اللي كيقلبوا على تيسير في المعاملات. خلال سنه تقريبا 2010 طلعت القيمه ديال البيتكوين واحد دولار. دونك هذا تضربات في 10 الناس اللي دخلوا ما عارفينش بان القيمه ديال البيتكوين راه طلع ولا تهبط رغم انهم عارفين بان القيمه ديالها كيتحكم فيها العرض والطلب يعني ما كيتحكم فيها لا بنك مركزي لا حكومه لا دوله لا حتى شي حاجه كيتحكم فيها الاشخاص الناس اللي داخلين بها نقدر ندخلوا لها الناس نتعاملوا بها كتطلع القيمه ديالها وعكس صحيح. دونك فاش طلعت القيمه ديالها في 2010 لواحد دولار اكتشفوا بانه كاين هناك استثمار يعني ملي كنحط انا 100 مليون ونلقاها ولا 100 مليار راه استثمار صحيح تضرب لي في 10 الا حطيت 10 مليون ولقيتها 100 مليون راه استثمار صحيح حطيت مليون ولقيتها 10 مليون استثمار صحيح خلال سنه. دونك هنايا بداو كيدخلوا الناس كيستثمروا فلوسهم في العمله الرقميه ديال البيتكوين ولاو كيدخلوا دي مونطون صغار ب 20 دولار 30 دولار 300 درهم 200 درهم. من 2010 ل 2013 طلعت القيمه ديالها ب 1000 صعود صاروخي ل 1200 دولار. دونك هادشي راه كان في 2008 و 2009 كل واحد الى رجع الذاكره ل 2008 2009 فين كان شنو كان كيدير ما يعني بعاد على هادشي اللي واحد الوقيته الناس كانوا كيبقشوا تيقلبوا وكيحاولوا يستافدوا التكنولوجيا فاش بانت اول مره. الناس اللي حطوا واستثمروا فلساتهم في 2010 في 2013 راه بدات عندهم فلسات صحيحه بقات عندهم في 2018 اليوم تقريبا وصلت 5500 دولار دائما في التصاعد. طلعت قبل في الخلال 2017 كانت وصلت تقريبا 19000 دولار وانخفضت دابا 5500 دولار. دونك العمله الرقميه هي كتبنا وسيله جديده للاداء
في المستقبل ديال هذا. علاش؟ لان فيها الحلول ديال المشاكل اللي كاينه عندنا في التعاملات اليوم. من بين المشاكل اللي كاينه في التعاملات ديالنا اليوم كنقول غير واحد المشكل بسيط ديال الفلوس اللي عندنا دابا حنا 200 درهم دابا، واش القيمه ديالتها هي القيمه اللي كانت هذه 10 سنين و 15 عام و 20 عام؟ حنا كنمشيو واحد الفكره شويه غلط. علاش؟ كنقولوا بان المعيشه غلات، هي ماشي المعيشه اللي غلات، راه الفلوس اللي طاح لها القيمه ديالها. المعيشه هي هي، الفلوس طاحت القيمه ديالها. واحد الوقيته 200 درهم كانت كتعمر لك الغرفه، دابا ما كتعمرش هذه الغرفه. ونزيد من هنا لواحد 5 سنين 10 سنين غادي تولي 1000 درهم كدير الخدمه ديال 200 درهم، خصوصا مع تعويض. شنو هو تعويض الذهب؟ هو انه غادي يولي يتحكم في القيمه ديالو بواحد الرقم 100%. اش كيديروا ليه دابا؟ كيمرنوه. تيمرنوه يعني كيدربوه عاد يطلقوه يبيعوه. كان هو شحال هذه اللي هي الدولار 40% والاورو 60%. دابا مرنوه تقريبا ب 2.5 2.5 من هنا 2.5 من هنا، يعني تيطلع وتيهبط. ولكن من هنا لقدام فاش غادي يتعوض؟ غادي يشوف واش كاين عليه الطلب، غادي تطلع القيمه ديالو، ما كاينش عليه الطلب غادي تطيح القيمه ديالو. وكان الشيء هذا صراحه هذا المجال ديال الاقتصاد وهذا التكنولوجي ديال البلوك تشين، راه اي حال تيبان راه تيبان في واحد المرحله اللي مهمه. كاينين الناس اللي ما عارفينش بحق هذا الشيء هذا وما فاهمينوش وما وصلهمش واحد الوقيته غيلقاو راسهم محاوطين بالامر الواقع. ولكن شنو غيكتشفوا؟ انه كاينين الناس اللي خداو هذه المعلومات وبحثوا وقلبوا واستافدوا، الله يرحم الوالدين. دونك هذا المجال ديال العمله الرقميه مهم بزاف، المجال ديال البلوك تشين مهم بزاف، وحل من الحلول في هذه الازمات الماليه اللي جايه مستقبلا، وهذه الهضره ديال الخبراء في مجال الاقتصاد في العالم. ماشي الهضره ديالنا حنا، حنا راه غير كنجيبوا الهضره اللي كيقولوها الناس اللي ديال الدومين وكنوصلوها للناس اللي ما عارفينش. هاد التكنولوجيا ديال البلوك تشين راه كيهضروا عليها العالم كله، كيهضر عليها تنقولوا حنا هي لامود ديال هاد الوقيته. نزيدكم مشكل اخر اللي كاين في الفلوس، كاين التزوير، كاين التزوير، كاين السرقه، حد من الفساد كذلك البلوك تشين، باش انه ما يبقاش داك التهريب ديال الفلوس والتبييض ديالها وزيد وزيد، ولا يقولوا بها الناس مثلا جماعات ارهابيه يشروا بها السلاح، يشروا بها المخدرات الى اخره، يعني المعاملات والتعاملات الغير مشروعه وغير قانونيه في العالم. كاين بزاف ديال المشاكل كيف قلنا، كاين التزوير، العمله الرقميه غير قابله للتزوير نهائيا، راه كتسمى عمله مشفره يعني كريبتي. السرقه ما يمكنش تسرقك. كاين واحد المساله، هل البيتكوين فاش بان في طريق الحال كنهضروا على ديفلوبمون على التطور، اي حاجه في العالم كتطور. هاد العمله الرقميه من 2009 لدابا حتى هي بدات كتطور، يعني بداو كيبانوا عمله رقميه جداد من مور البيتكوين اللي كيصلحوا شي مشاكل كانت في البيتكوين. يعني واخا عمله خرجات حنا في بزاف ديال المشاكل اللي كانت في العمله الورقيه الملموسه والمطبوعه، رغم ذلك بحكم انها هي الاولى مرات من واحد المراحل اللي كانت غلطات في شي حوايج، شي حوايج كانت ناقصه، شي حوايج ماشي هي هذيك. جاو عمر رقمية من بعد اللي استافدوا منها وصلحوا هذه المشاكل. بحالاش؟ بحال المسألة اللي قال السي بكر ديال انك العملة ديالتك تكون مراقبة وما يمكنش لك تعامل بها في شي غرض ولا في شي حاجة غير مشروعة وغير قانونية. البيتكوين في الأول طاحت في هذه المشكلة، يعني أي واحد باغي البيتكوين ممكن أنه ياخذ مثلا الوقت بغات البيتكوين غتدخل أنت ممكن أنها دير منها شي عملية غير مشروعة في البلوك تشين. هذا كنا كنهضروا في هذا البلوك تشين، تقدر هي مثلا دير شي عمليه ماشي هذه اللي يجيو الناس مسؤولين على مراقبه ديال التعاملات الماليه في البلوك تشين، غيلقاو بان دارت واحد العمليه ماشي هذه باش البيتكوين. شكون اللي دارها؟ الله اعلم. علاش؟ لانها ما كايناش فيها راه بلاصه بيجي، هما اللي هما معروفين شكون هما. هذا كان مشكل فاش جاو العمال اللي منه صلحوا هذه المشكله، منهم شركه اوليبس ديال العمله الرقميه ديال الاس جي سي. يعني داروا اي واحد دخل باغي ياخذ العمله كيحط الوثائق التعريفيه ديالو اللي كتسمى الكا وي سي، نو يور كاستمر، او النظام تعرف زمان اللي كاين حتى في الابناك القاضيه اللي كتمشي تبغي تفتح كونت في الام سي او هذا. اش كيقول لك؟ تقول لك دير لي فوتوكوبي ديال لاكارت، ولكن ياخذ لاكارت ودير لها فوتوكوبي. علاش؟ باش تكون لابراسابيليتي ديالك انت في هذاك الموند. شنو كدير في هذاك الموند؟ السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا.
وفين مشاو دوك الفلوس؟ شكون هو عاوتاني الطرف الاخر اللي استخدم؟ ياك نفس الشيء بالنسبه للعمله الرقميه الجديده، العمله ديال الاس جي سي حتى هي دارت هذا الشرط هذا، ملي كتدخل كتاخذ العمله ديالك كتحط وثائق تعريفيه باش كتغطي هذيك الخاصه ديالك في الوقت. كان كذلك واحد المشكل اخر في البيتكوين شنو هو؟ هو انه ما كانش عنده مقرات، ما كانش مكاتب، يعني كان ديسونتراليزي، ما كانش معروفين الادارات ديالو في الكاين وما معروفش شكون مولاه. فبالتالي كنشخط واحد المشكل ان الناس اللي كياخذوا البيتكوين ملي كيوقع عليه شي مشكل وكيف داير السيبور ما كاينش سيبور، شي درنا ايرور شي رقم ما كاينش سيبور، ما كاينش اللي يتجاوب معاك، ما كاينش اللي غادي يتواصل معاك، ما كاينش اللي غادي يحل لك المشكل، وما كاينش مقر، ما كاين حتى شي حاجه. دونك الشركه ديجا من بعد شركه اوليكس عندها مقرات وعندها مكاتب، عندها سيبور، عندها موظفين. اش كيديروا هاد الناس؟ الا وقع لك مشكل في الكونت ديالك كتراسل معاهم تيجاوبوك سير بلاص. وكاين الناس اللي دخلوا معنا الشركه وايفيكتيفمون وقعوا لهم مشكلات، مشكلات ثلاثه بسيط، مثلا بغي يغير شي حاجه ولا وقعت له شي حاجه في الكونت كيراسل السيبور تيجاوبو سير بلاص، يعني سون فوت حتى كيبقاو معاه في التواصل حتى كيتحل المشكل. وهذا شيء رئيسي واساسي ومهم بزاف، لان حنا كنهضروا على الاموال والاموال خاصها تكون امنيه وخاصها تكون فيها متابعه بطبيعه الحال، ما غيمكنش تكون الا عبر هذه المساله ديال يعني تكون اداره الموظفين ديالها اللي كيتواصلوا مع اصحاب هذه المبيعات. ثم كاين مساله اخرى مهمه بزاف، يعني الكونتر بارتي ديالهم هو السلعه، الكونتر بارتي هو السلعه،
وكاين كتلقى الكونتر بارتي ديالها بالدولار. هاد العمله سات باش ان يكون الكونتر بارتي ديالها هو اصل من الاصول اللي هو مهم بزاف اللي شنو هو اللي هو الرو اللي هو الذهب. ولات كتبان عمله رقميه اللي محميه باش محميه مثلا بالالمنيوم محميه بالرصاص محميه بالبترول محميه بسلسله فنادق. فهمتوا؟ هاد العمله هادي ارتأت باش انها تعتمد على واحد الاصل الاصول اللي هو ذهب اللي عنده تاريخ مهم بزاف وكل شيء كيعرف بان الذهب كان واحد الوقيته يعني كان كيستعملوه الناس حتى في حتى في الفلوس وراه واحد الوقيته المهم تاريخ طويل ديال المال باش عاد سيباراو على الاوراق ولاو الاوراق هكا كيتطبعوا تيتطبعوا غير هكا المشكل اللي ادى للتضخم الى اخره. دونك الاس جي سي سكيور جولد كيرونسي عمله محميه بالذهب بنسبه 50%. وهذا الشيء اللي هو مهم بزاف اللي شنو غادي يدير؟ غادي يعطيها واحد القيمه واحد لافالور ما يخليهاش تهبط عليها في جانب كيف ما كان الحال.